بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. بنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بالديب ليرنينج أو التعلم العميق. خلاص قدمنا يعني إيه شبكة عصبية، قدمنا يعني إيه ديب نيورال نتورك، يعني إيه أكتيفيشن فانكشن، محتاجين الأكتيفيشن فانكشن في إيه. واليوم النهاردة بنتكلم على الهيدن لاير. إحنا عرفنا إن الشبكة العصبية بتتكون من الإنبوت لاير، مجموعة من الهيدن لاير والاوبوت لاير. حضرتك عارف ان الانبوت لاير بقدر احدد النودز اللي فيها من خلال البروبلم ات هاند، البروبلم اللي مع حضرتك، الديتا اللي مع حضرتك، يعني عدد الفيتشر اللي موجود في الديتا يناظر عدد النود اللي موجوده في الفيرست لاير. والخارج بتاع حضرتك بيديك انتيوشن او بيديك انديكيتور عن عدد النودز اللي انت محتاجها في الاوبوت لاير، يتبقى عدد النودز اللي في الاوبوت لاير. هو لحد قد ايه انا محتاج اضيف هيدن لاير، كام لاير وكم نود في كل لاير، ويا ترى الموضوع ده ليه تاثير بحاجه معينه ولا. وبالتالي الاجنده بتاعتنا بتاعت اليوم هتتكلم ايه الهدف من الهيدن لاير. اوكي، الهيدن نيرون. الحاجه الثانيه، يا ترى الاوبتيمال لو كان في او بندعي ان في قيمه مثاليه للهيدن لاير، ايه هي الاوبتيمال سيتنج بتاعه الهيدن لاير. كمان ايه عدد الهيدن نيرون في كل لاير، ويا ترى زياده الرقم ده بتاع الهيدن نيرون في كل لاير، اوكي، يا ترى ليه علاقه بحاجه تانية هنعرفها اسمها اوفر فيتنج ولا لا. دي الاجنده بتاعه اليوم. احنا زي ما قلنا قبل كده في محاضره سابقه ان الشبكه العصبيه بتاعتي دي كولكشن من سيمبل بروسيسور. البروسيسور هنا بيتقال عليه اللي هو مين، بيتقال عليه يونت او نود او نيرون. وكل بروسيسور بيعمل ستريت فورورد ماثيماتيكال تاسك، اللي هو بيعمل ايه بقى يا جماعه، نفتكر من المحاضرات السابقه كان بيعمل ملتبلاي اند اد، او بيتقال عليه مين، بيتقال عليه الدوت برودكت، تمام كده. او خلاصه الشبكه العصبيه ان هي انفورميشن بروسيسنج سيستم، عباره عن ستاكت من النيرون ان اتش لاير، مجموعه من النيرونات مكدسه مع بعض في لاير، واللاير دي برضه ورا بعض بالترتيب، تمام. عشان نشوف الشبكه العصبيه مع بعض، ده كان شكل الشبكة العصبية بتاعتنا. دي الانبوت بتاعت حضرتك اللي هي من X1 ل XN، انا اسف دي XN، اوكي، ودي بيطلق عليها الانبوت او الفيتشر، وده بيطلق عليه مجازا الانبوت لاير. والنود في الانبوت لاير وظيفته الوحيدة ان بياخد الانبوت بيطلع نفس الاوت، مفيش اي وظيفة تانية خالص. وعشان كده في زي ما قلنا قبل كده في بعض التكست بوك ما بتعدش الانبوت لاير دي، تمام. بعد كده في الاوبوت لاير. الاوبوت لاير ده زي ما قلنا ان النودز اللي موجوده في الاوبوت لاير مرتبطه بالبروبلم اللي حضرتك بتحلها او الديتا اللي حضرتك بتتعامل معاها. فبالتالي عدد الانبوت اللي موجود هنا، عدد النودز اللي موجود في الانبوت لاير، وعدد النودز اللي موجود في الاوبوت لاير دي محدده بالبروبلم ات هاند زي ما قلنا قبل كده، البروبلم مع حضرتك. يتبقى ان في مجموعه من اللاير، اوكي، مجموعه اللاير دي عدد النودز اللي فيها وعددها غير محدد وما اقدرش احدده بطريقه ما سهله يعني، تمام. واسمها هيدن زي ما قلنا لان خارجها مش ظاهر بره في البروبلم بتاعتك. زي ما قلنا برضو ان النيرون بتاع حضرتك بيؤدي وظيفه معينه، النيرون او النود او اليونت كانت عباره عن ان انت بتعمل ملتبلاي اند اد. وقلنا الملتبلاي اند اد يعني لو حضرتك ده النود بتاع حضرتك وده X1 فيتشر X2 XN، كان هنا في W1 هنا W2 اللي بتمثل الويت W N، وهنا حاجة اسمها ثري شولد. وهنا بتكلم على السيمبل بروسيسنج يونت اللي كان بيتقال عليه اسمه ثري شولد لوجيك يونت. ثري شولد لوجيك يونت، ارجع للمحاضرة اللي كان مذكور فيها في خلال السلسلة. وده الاوت بتاع حضرتك.
وده كان في الحقيقة بيدي لك معادلة اللي هي عبارة عن WI XI من I بيساوي الواحد لحد الان. وكان الكلام ده لو كان اكبر من 3 شولد او اقل من 3 شولد. كان اكبر من 3 شولد هيديك واحد، واقل من 3 شولد هيديك مين؟ هيديك 0. تمام. بعد كده وصلنا لفكرة ان في حاجة اسمها decision boundary. decision boundary ايه decision boundary ده؟ ده النيرون بتاع حضرتك او السيمبل نيرون. تعال نقول ان ليه 2 input x1 x2. هيبقى الاوتبوت عبارة عن summation من i بيساوي 1 لحد ال n. طبعا ال n هنا ب2 اوكي ل wi xi، ونشوف علاقتها بال 3 شولد. ان كان اكبر من فالخارج بتاع النيرون بواحد، وان كان اقل من ال 3 شولد فالخارج بتاعك بكام؟ ب0. لو بصيت على المعادلة دي سيمبل كده اوكي، اتفقنا ان الفيتشر عبارة عن 2 input، هيبقى w1 x1 زائد w2 x2 بيساوي 3 شولد. دي معادلة مين؟ دي معادلة الديسيجن باوندري اللي هو الخط الفاصل. وهنعرف دلوقتي حالا ان هي معادلة خط مستقيم. W1 X1 زائد W2 X2 بيساوي 3 شولد. تقدر تحطها في صيغة ان X2 عبارة عن سالب W1 على W2 في X1 زائد 1 على W2 في T. دي وكأنها واخدة صيغة حاجة شبه كده. X2 ده كونستنت عبارة عن M X1، وده عبارة عن مين؟ وده عبارة عن C. طبعا هنا الـ M هو السلوب بتاع الخط، والسي هو الانترسبت او الجزء المقطوع من محور الصدات. تمام. وبالتالي المعادلة بتاع decision boundary بتاع simple threshold logic unit هي عبارة عن مين؟ عبارة عن straight line. وزي ما حضرتك شايف ان اللي بيحدد السلوب بتاع الخط، الميل بتاع الخط وانت بترسم، هو W1 على W2، واللي بيحدد الانترسبت هي تي على مين؟ تي على اسف طبعا دي تي على W2، تي على W2. وبالتالي حضرتك الخط ده لو انت قاعد بتتحرك بيه في 2 دايمنشن، هنفترض ان احنا بنتكلم على 2 دايمنشن x1 واكس2، تقدر حضرتك تغير الخط، تخليه موف اب اور موف داون، وتخليه يعمل روتيت، وتخليه شيفت رايت وشيفت ليفت. يعني الخط تقدر تتحرك بيه في 2 دايمنشن عشان تفصل بين مجموعه بيانات. تمام كده. فده وظيفه مين؟ وظيفه الثري شولد لوجيك يونت. وده لو حبيت ترسم الخط ده هتلاقي الخط ده بالشكل قدام حضرتك اوكي. ده شكل الخط بتاع حضرتك، ده الديسيجن باوندري. الديسيجن باوندري ده معادله الخط المستقيم. تقدر تجيب الانترسكشن، لو حطيت x1 بيساوي 0 تلاقي x2 بتي على دبليو x1 بيساوي 0، هتلاقي ان تي x2 عباره عن تي على w2. دي نقطه الانترسكشن مع مين بقى؟ مع x2، وده x1. كذلك الحال لو حطيت x2 بصفر تلاقي x1 عباره عن تي على مين؟ على w1. الخط ده بقى بتغير الثري شولد وتغير الويتس w1 و W2، يبدا الخط بتاعك يتحرك يمين او شمال، فوق او تحت، بحيث تقدر تفصل بيه بين مجموعه من البيانات وكانك شغال كلاسيفاير. تمام كده يا جماعه. وده طبعا ملخصين واحنا قلناه في محاضره سابقه قبل كده، ان دي المعادله بتاعه حضرتك بتاعه الديسيجن باوندري. ده الافكت بتاع الثري شولد، ده الافكت بتاع الدبل 1، وده الافكت بتاع مين؟ بتاع دبلو 2. والله لو انا زودت الثري شولد اوكي مع ثبات الدبل 1 والدبل 2، هتلاقي ان اللاين بتاعك او الديسيجن باوندري موف اب، بتحرك لفوق خط بارل للخط الاصلي قبل التي ما تزيد، وتحرك لفوق. لو قللت التي هتلاقي الخط بتاعك موف داون. بالنسبه للدبل 1 لو ثبتت الثري شولد ودبلو 2 وتحكمت او غيرت W1، لو W1 ديكريز هتلاقي الروتيشن بيحصل كاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعه، والبيفوت بتاع الدوران هتلاقيه تي على W2. W1 لو حصل لها انكريز هتلاقي الكلام ده بيحصل كلوك وايز برضو، روتيشن كلوك وايز، وتلاقي البيفوت بتاعك تي على W2. نفس الكلام مع الويت 2، لو انت بتقلل W2 في ثبات التي وثبات W1 هتلاقيك بتعمل روتيشن كلوكوايز والبيفوت تي على W1. لو زودت W2 هتلاقيك شغال كاونتر كلوكوايز والبيفوت بتاعك تي على W1. ده عشان تقدر تغير الخط بتاع حضرتك
سواء بالترانسليشن سواء بالحركه او سواء بالروتيشن، او تقدر تبص لها عن طريق الاسلوب والانترسبت. المهم ان في عندك 3 بارامتر W1 W2 و3 شولد، وهم دول لما بتيجي تعمل تريننج زي ما ذكرنا قبل كده تغييرهم بيؤدي لمين، بيؤدي ان الخط بتاع حضرتك بيتحرك بحيث يفصل ما بين مين، ما بين البيانات. عن طريق الكلام ده بقى، لو انت معاك اند لوجيك جيت زي ما انت شايف، اوكي دي التروث تيبل بتاع الاند، الناس اللي تفهم شويه في اللوجيك، ده التروث تيبل او جدول الحقيقه اللي بيحط كل الاحتمالات، ف 0101 0011، وتجيب الخارج بتاع حضرتك. الاند بتطلع واحد بس في الحاله دي. لو حبيت ترسم الكلام ده في التو دايمنشن، ده x1 وده x2، اوكي هتلاقي احنا رمزنا بالسيركل المفتوحه على انها 0 اوت، والدايره المقفوله او السوليد دي معناها 1 اوت. فتلاقي حضرتك 0 ده x1 ب 0 x2 ب 0، هتلاقي الخارج دايره مفتوحه 0 1، دايره مفتوحه 1 و 0 دايره مفتوحه 1 1، دايره ايه، دايره مغلقه. حضرتك زي ما قلنا ان 3 شولد لوجيك يونت بيمثل ستريت لاين. طب انا عاوز الستريت لاين بتاعي يقع على الخط اللي حضرتك شايفه ده، اوكي، بحيث يقدر يفصل ما بين البيانات. اوكي يبقى فوق الخط هنا الخارج بتاعه 1، وتحت الخط الخارج بتاعه بكام، ب 0. عشان تعمل ده المفترض بنعمل الكلام ده عن طريق التريننج مش عن طريق حل معادلات، او ممكن اجيبها باي انسبكشن كده، اشوف نقطه التقاطع دي بكام ونقطه التقاطع دي بكام. وزي ما احنا عارفين ان واحده تي على تي على ناسف W2 على W1، وفي واحدة تي على W1، تمام؟ وتقدر تجيب القيم دي بالطريقة دي. في طريقة تانية ان اللي هشتغل بيها حاليا، والطريقة التالتة اللي بنتكلم فيها عن طريق مين؟ عن طريق التريننج او عن طريق الليرنينج. نقدر نجيب الكلام ده ازاي يا جماعة؟ اقدر احط المعادلة بتاعتي، اوكي، واقدر اقول والله انا عندي، اوكي، انا عندي ان اول نقطة دي 0 0، فاقدر اقول والله انا عندي معادله ال 3 شولد لوجيك يونت W1X1 زائد W2X2، يا ترى ايه لقيتها ب 3 شولد؟ بالنسبه للنقطه 0 و0 بتدي خارج مين يا جماعه؟ بتدي 0. يبقى انا طالما بتدي 0 يبقى انا اقل من ال 3 شولد، صح؟ وعوض عن X1 وX2 ب 0 و0. يبقى W1 في 0 زائد W2 في 0 اقل من ال 3 شولد، ويطلع من ده ان 0 اقل من ال 3 شولد. دي أول معادلة. المعادلة الثانية على نفس الخط، هاخد النقطة بتاعة 0 1، أوكي، تعال بس نغير شوية اللون، ناخد النقطة 0 1 والخارج برضه بتاع حضرتك ب 0، أروح أعوض في المعادلة W1 X1 X1 بكام؟ ب 0 زائد W2 في X2 بكام؟ ب1. ايه لقيتها بالثري شولد؟ طالما الخارج طالع 0 يبقى انا اقل من الثري شولد، ودي تطلع معاك ان W2 اقل من الثري شولد. نغير شويه الخط كمان، ناخد حاجه زي دي ونقول نفس الكلام، يا ترى 1 و0 عامله ايه؟ 1 و0 كان خارجها 0، لما تروح تعوض في المعادله يبقى W1 في 1 زائد W2 في 0، الكلام ده برضه ماله بقى؟ اقل برضه من الثري شولد لان الخارج ب 0، فيطلع معاك ان W1 اقل من 3 شولد. اخر حاجه ما تروح تعوض في المعادله، هتلاقي ان W بالنسبه لواحد واحد، يعني واحد واحد بيدي 1، يطلع معاك ان W1 زائد W2 مالها بقى هنا 1، الخارج ب1، يبقى لازم يكون اكبر من 3 شولد. كده حضرتك W1 و W2 كل واحد فيهم على حدة أقل من 3 شولد، لكن مجموعهم أكبر من 3 شولد، وبالتالي تقدر حضرتك تقول والله أنا أقدر أحط الشكل بتاعي بتاع الأند فانكشن اللي أنا شغال بيها، زي ما أنت شايف W1 أقل من 3 شولد، W2 أقل من 3 شولد، ومجموعهم أكبر من 3 شولد. طبعًا القيم دي أحد الحلول، تقدر حضرتك تحط أي قيم في الدنيا مفيش فيها مشكلة خالص، طالما إن W1 ماله؟ اقل من 3 شولد، W2 اقل من 3 شولد، لكن مجموعهم اكبر من 3 شولد. وتقدر تعمل دبل تشيك عن طريق بقى التعويض 0 0 0 1 1 0 1 1، مفيش فيها مشكله خالص، تمام؟ ده شكل مين؟ شكل الاند. بنفس الطريقه تقدر حضرتك تروح تعمل بقى الاور لوجيك جيت والنوت والناند والنور وهكذا، يعني دي اور. زي ما انت شايف ان لو حطيت هنا 0 1 هيبقى 4 اكبر من 2 فالخارج ب 1، ولو حطيت هنا
واحد وزيرو هتلاقي تلاتة. طبعا انا بضرب واحد في تلاتة صفر في اربعة يبقى تلاتة، تلاتة اكبر من الاتنين في الخارج برضو بتاعك بواحد. لو حطيت واحد وواحد هتلاقي تلاتة اربعة سبعة، سبعة اكبر من الاتنين في الخارج بواحد. لكن لما تحط زيرو وزيرو هتلاقي بقى حضرتك ان زيرو وزيرو اتضربوا يبقى زيرو، زيرو اقل من الاتنين فالخارج بكام؟ فالخارج بزيرو. تمام كده؟ كده عملنا الاند والاور بنفس الطريقة تقدر تعمل باقي الدوال. لكن المشكلة اللي كانت بتواجهنا هي مشكلة مين بقى يا اخوانا؟ هي مشكلة الاكسور فانكشن. دي اكسور، اكسور حضرتك من التروس تيبل حضرتك عارف ان بتدي واحد في حالة الزيرو والواحد او واحد وزيرو او كان عدد الدخولات بتاعت حضرتك ايه؟ بتاعت حضرتك فردي. وبالتالي هتلاقي هنا دايرة مفتوحة، هنا دايرة مفتوحة، هنا مغلقة، هنا مغلقة. لما تروح تطبق نفس طريقة الدريفيشن عشان تجيب قيم الـ W1 والـ W2 والـ threshold وتعوض بنفس الطريقة بتاعت المثال بتاع الاند، تلاقي ان T أكبر من 0 وتلاقي W2 أكبر من threshold و W1 أكبر من threshold وتلاقي W1 زائد W2 أقل من threshold. ايه ده؟ ما تيجي تبص على المعادلة دي، ثلاث معادلات دول W1 أكبر من threshold و W2 أكبر من threshold لكن مجموعهم أقل من threshold. ازاي ان W2 اكبر من 3 شولت و W1 اكبر من 3 شولت وتجمع الاثنين مع بعض يكون المجموع اقل من 3 شولت، مع العلم ان 3 شولت ماله؟ مع العلم ان 3 شولت موجب. وبالتالي مفيش قيم تحقق ده خالص، وبالتالي يحصل عندك كونفليكت. ايه ده؟ هو المشكله في الديريفيشن اللي غلط؟ لا، الاستراكشر اللي انت حطيته غلط. النود انت حاطط نود واحده، النود واحده دي يا ترى بناء على معادله النود الواحده استحاله ان انا اقدر افصل ما بين البيانات بخط واحد. حتى شوف الخط اللي قدام حضرتك ده، يا ترى تقدر تحط لي خط يفصل ما بين البيانات دي؟ يعني دي بالنسبه لنا كانها كلاس، دي كلاس مع بعضها ودي كلاس مع بعضها. اوكي، هل تقدر حضرتك تضع خط يفصل ما بين البيانات اللي هم الاوبن سيركل والكلوز سيركل؟ مفيش خط يقدر يعمل الكلام. اوكي، وبالتالي الاستراكشر اللي انت افترضته في الاول ان كان عندك لير واحده فيها 1 نيرون، دي ما تقدرش تحقق الموضوع لان البيانات دي نوت سيبرابل او نون سيبرابل، نون سيبرابل، لا يمكن فصلها خطيا بمعادلة خط مين؟ بمعادلة خط مستقيم. طيب، طب امال ايه الحل بقى بتاع الموضوع؟ هنقدر نبص للاند بطريقه سحريه تانية. اوكي، هتبقى مدخل للجزء بتاع المحاضره المهم اللي هو عباره عن ايه؟ ان انا اقدر ابص للاكسور دي، الناس اللي عارفه لوجيك كويس اقدر اقول الاكسور دي عباره عن ايه؟ الواي بتاعتي عباره عن، هبص على حاجه اسمها مين تيرم وميكس تيرم واقول الواي دي عباره عن x1 كومبلمنت x2 زائد x1 x2 كومبلمنت. المعادله دي اوكي هنكتبها تاني بس عشان نبروزها لان هي مفتاح المحاضره بتاعتنا. ان الواي بتساوي اكس 1 كومبلمنت اكس 2 زائد اكس 1 اكس 2 كومبلمنت. الجزء ده جزء خطي اقدر افصله بخط، والجزء ده اقدر افصله بخط زي ما هنشوف حالا دلوقتي. زي ما قلت الجزء ده لما تروح تمثله زي ما عملت الاند وعملت الاور بنفس الطريقه تقدر تطلع ان الكلام ده 1 3 شولت لوجيك يونت تحقق لك الموضوع ده. تمام كده يا اخوانا؟ وبالتالي لو انا حطيت القيم بتاعتي واستنتجتها تطلع معاك قيم شبيهه بكده. طبعا حضرتك تقدر تحقق ان لما تحط 1 و0، 1 و0 هي الحاله الوحيده اللي هتطلع 1 هنا، وتقدر بنفس الطريقه 0 و1 هي الحاله الوحيده اللي تقدر تطلع 1 هنا. وبالتالي لما تعمل دول مع بعض تبقى انت مثلت دي هي دي والجزء ده هو الجزء ده. تمام كده؟ وعشان اقدر اجمعهم يبقى انا ممكن استعمل مين كمان؟ استعمل اور فانكشن. يبقى دي الجزء ده هو عباره عن اكس 1 اكس 2 كومبلمنت، والجزء ده هو عباره عن اكس 1 كومبلمنت اكس 2، واقدر احط معاهم مين؟ واقدر احط معاهم اور، فيطلع الشكل بتاع حضرتك ادانيرون ودانيرون ودانيرون. وتقول لي والله انا الشكل ده كده، تقول لي ده x1 x2 وتحط القيم بتاعتك كانت 3 هنا و2 صح،
كان 3 و ماينص 2 وكان الثريشولد ب 2 وده كان ماينص 2 وده 3 وده 2 ودي بقى اور فانكشن تقدر تستنتجها لو حابب 2 و2 وكام و1 وده الخارج بتاع حضرتك. تقدر تشيك على الدايره دي هتلاقي هنا في مين بقى في انبوت لاير وطبعا حضرتك عارف ان هم 2 نود عشان اكس 1 اكس 2 وده الاوتبوت لاير حضرتك عارف ان ده مرتبط بالواي وهنا بقى في مين في هيدن لاير وهنا عاوزين نقول كلمه مهمه جدا ان الهيدن لاير بقى موجود ليه بقى؟ لان البيانات نون فيبرابل بيانات لا يمكن فصلها ايه خطيا اوكي يبقى وجود الهيدن لاير بسبب ان البيانات لا يمكن فصلها ايه لا يمكن فصلها خطيا. الحاجه الثانيه المهمه ان كان الموضوع بالنسبه لك لو حبيت تشوفه بقى فيجوالايزد تقدر تبص عليه على انه كده ايه بقى على ان بالظبط دي البيانات اللي كانت موجوده حضرتك اوكي انا اسف الدايره دي مفتوحه مش مقفوله ايوه تمام والموضوع بقى عباره عن ايه عن الشكل قدام حضرتك ده ان كان عندك تو نيرون في هيدن لاير دي الفيرست لاير او الانبوت لاير وده الهيدن وده الاوتبوت. الهيدن عندك فيه تو نود اس 1 واس 2 واحنا عارفين دلوقتي ان معادله اي واحد من دول بتكافئ لاين فكان ده اللاين الاولاني او الديسيجن باوندري الاولاني اس 1 وده الديسيجن باوندري الثاني. بالفعل انت لو الخطين دول حطيتهم مع بعض اوكي يعملوا لك ريجون الريجون دي فاصله الكلاس اللي هو السيركل بتاعته مقفوله وبين الكلاس اللي السيركل بتاعته مفتوحه فده اس 1 جاي من هنا واللاين التاني بتاع الاس 2 جاي من هنا اوكي وعشان تربطهم مع بعض احتاجت نود كمان النود اللي موجوده فين في الاوتبوت لاير. يبقى انا من خلال الكلام ده ان التو لاينز اللي انت اتكلمت عليهم دول هيبقوا انديكيتور لمين لتو يونتس او تو نود تو يونتس ان 1 هيدن لاير تمام وعشان عندك ريجون لان انت محتاج تربطهم ببعض وعشان عندك 1 ريجون يبقى انت محتاج مين كمان محتاج انذر لاير محتاج لاير كمان عشان تربطهم مين عشان تربطهم مع بعض تمام كده يا اخوانا شوف بس وقت المحاضره وده بقى لو هستدي معاك ان لو حبيت تشوف مثال كويس على الموضوع ده لو عندك حاجه بالشكل ده البيانات بتاعتك موجوده في تو ريجون A و B وال A وال B بيدوا نفس الخارج وبراهم بيدي خارج 0 مثلا عندي تو ريجون معموله من 3 لاين ده معمول من 3 لاين فنقدر ان انا اقول والله اولا انا في تو دايمنشن يبقى عندي الانبوت لاير عباره عن اكس 1 اكس 2 مثلا. طيب حضرتك محتاج كام لاين سيبريشن محتاج كام لاين والله انا محتاج 1 2 3 الريجون دي محدده بكام لاين ب 3 طيب يبقى انا عندي كده 1 2 3 ده النمبر اوف سيبريشن تمام عندك كمان ريجون ثانيه 4 و5 و6 او 4 و5 و6 لان الريجون محدده او نمبر اوف سيبريتور هنا 3 هنا كام هنا 3 طب ايه وضع الثلاثه بالثلاثه الاول الثلاثه دول كونكتد مع بعض 1 و2 و3 كونكتد مع بعض عشان تكونكت مع بعض او عندي ريجون واحده فحطيتها على مين كمان على نود في سكند لاير يبقى النمبر اوف سيبريتور تناظر النمبر اوف نيرون هنا في الفيرست هيدن لاير وعشان تعمل كونكتد ريجون عملت كمان مين عملت كمان سكند لاير هيدن اوكي بنود واحده هنا كمان نفس الكلام 4 و5 و6 اهو دول النمبر اوف سيبريتور اوكي وهما كونكتد مع بعض فانت محتاج نيرون كمان عشان تكونكت او تعمل ريجون كمان على مين بقى؟ على الخارج، ليه؟ انت واخدهم ده خارج A وخارج B، ليه واخدهم الاثنين مع بعض؟ لأن أي input في الريجون دي، أي input في الريجون دي المفروض إن الخارج بتاعه يكون نفس الخارج اللي هو واحد، احنا عارفين إن أنا عندي 2 class، فلو اتفقت إن عندي 2 class 1 و 0 يعني أي حاجة هنا هتدي واحد هنا أو هنا في الـ A أو الـ B، وأي حاجة براهم تدي كام؟ تدي 0،
وبالتالي انت ما عندكش خارجين بتوع الاي والبي، انا عندي خارج واحد، يبقى لازم اكونكت بمين؟ بي 1 اوت. تمام كده يا اخوانا؟ ده الشكل بتاع حضرتك، وده منه يبان اولا ان عدد النيرون اللي في اللاير دي كل ما تزيد، كل ما النمبر اوف نيرون هنا تزيد، ايه اللي يحصل؟ السيبريتور، النمبر اوف سيبريتور برضه يزيد، صح؟ الحاجه الثانيه، كل ما كمان النيرون اللي في السكند لاير كل ما دي تزيد، يبقى النمبر ده بتاع النيرون يزيد. ده معناه ايه بقى يا اخوانا؟ معناه ان النمبر اوف سيبريتد ريجون تزيد، كل ما دول زادوا يبقى النمبر اوف سيبريتد ريجون مالها برضو تزيد. تمام كده يا اخوانا؟ وبالتالي اي شبكه عصبيه بالشكل ده تقدر ان هي تفصل لك بين مجموعه البيانات، اي مجموعه بيانات حضرتك عاوزها، بغض النظر عن التفاصيل الداخليه بتاعه النمبر اوف سيبريتور او النمبر اوف كونكتد ريشو. تمام؟ طبعا حضرتك لو المفترض ان هي الكونكتد ريجون واحده، يعني لو دول كلهم منطقه واحده الاي والبي كونكتد مع بعض، هيبقى في عندك نيورون واحد في السكند لاير، وبالتالي في قاعده بتقول ان طالما وجود هيدن لاير بمجموعه من النودز المحدده، اقدر ان انا اعمل مابنج لاي انبوت اوتبوت فانكشن. ده مثال تاني زي ما حضرتك شايف، عندك الـ A والـ B، عندك هنا 2 connected region، عندك هنا number of separator كام بقى؟ 1، خلناه في ده الأول، 1 2 3 4، ده 1 2 3 4 ثم connected مع بعض، فعشان كده حطيت نود كمان في السكند لاير، أنا احتجت كمان لاير كمان. هنا separator 3، ده 1 2 3 وبعدين connected مع بعض على نيرون تاني. ده يوضح الشكل موجود مع حضرتك. طبعًا كل ما الكومبلكست بتاعت السيبريتور وعددها والكومبلكستد ريجون وعدد السيبريتور اللي جواها زاد، كل ما عدد النيرونز بتاعت الهيدن بتزيد، صح؟ وده مهم جدا في ايه بقى؟ ان ده هنطلع منه بحاجه مهمه جدا. اولا زي ما قلت النمبر اوف سيلكتد لاين بيمثل لي مين؟ نمبر اوف سيلكتد لاين بيمثل النمبر اوف هيدن نيرون في الفيرست لاين. طبعا هنا اللاين هنا بقصد بيها السيبريتور. تمام؟ وعشان اوصل اللاين دول ببعض كونكتد، محتاج مين؟ محتاج هيدن لاير ثانيه. اوكي طيب، في مثال موجود مع حضرتك، المثال ده دي بالظبط شكل الاكسور، زي ما الناس شافت المنظر كده وقالت شبه الاكسور، بس بتختلف بس ان النمبر اوف اكزامبل اللي موجوده في داخل كل كلاس زي ده شويه، لكن هي في الاخر عباره عن اكسور. تمام كده؟ زي ما قلنا انا محتاج هيدن لاير، لان البيانات اللي قدام حضرتك مالها؟ ما هياش لينيرلي سيبرابل. تمام كده؟ فبالتالي حضرتك محتاج تعمل ديسيجن باوندري. فانا ممكن اقول والله يا اخوانا الديسيجن باوندري، اغير بس اللون، ممكن اقول الديسيجن باوندري بتاعي يمشي مثلا كده. اوكي؟ واقدر ان انا بعد شويه احول الديسيجن باوندري ده، اقول ان هنا في نقطه بغير منها اتجاه الديسيجن باوندري. اوكي، فانا اقدر اقول والله خلي ده لاين بالشكل ده وده لاين بالشكل ده، طالما غيرت يبقى انا محتاج تو لاين مكان الديسيجن باوندري. تمام كده؟ يبقى انا ريبليس الديسيجن باوندري بمين؟ بمجموعه من اللاين. عندك كام لاين كده دلوقتي يا ريس؟ عندك تو لاين وكونكتد كمان، يبقى انت محتاج فيرست لاير فيها تو نيرون، والسكند لاير فيها مين؟ فيها 1 نيرون. تمام؟ اوكي، اخر مثال مع حضرتك. انا يعني مش هحله، هسيبه لحضرتك تقدر براكتس عليه، لكن هدي لك الفكره بتاعت الموضوع. انت عندك هنا 2 كلاس، فانا والله ممكن اقول ان انا اقدر امشي بالشكل اللي هتشوفه قدام حضرتك. اوكي، ممكن مثلا نمشي كده، لو ده يمشي
بس ناخده من فوق احسن. ممكن نقول ان احنا نمشي كده بالشكل ده. ده الديسيجن باوندري بتاعي. عد بقى مجموعه اللاين، حول كل الديسيجن باوندري عن طريق النقاط دي عشان تقدر تقول لي والله انا هنا يبقى عندي كام لاين وهنا عندي كام لاين، واقدر احط اللاير بتاعتي بكام شكل. بس خلينا نحله لحضراتكم برده مفيش مشكله. انا ممكن اقول ان انا عندي هاخد اللاين ده، هقول ده لاين، ده واحد، ده اتنين، خليه كده حتى، ده اتنين، بلاش ده، اوكي، وكمان ده لاين وده لاين. كده دلوقتي عندي اربعة. فكده دلوقتي عندي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، تمام كده. بعد كده حضرتك عامل كونكت. تقدر تعمل الكونكت دول، يعني مثلا عندي ده بالشكل ده، اقول والله الاثنين دول كونكتد مع بعض فحط هنا نود، والاثنين دول كونكتد مع بعض فحط نود، يبقى دول اربعة سيباريتور، اوكي، بالشكل ده. ده اكس 1 واكس 2، اكس 1 واكس 2، ونقدر نحط دول مع بعض ونقدر نحط دول مع بعض، وفي الاخر احطهم بالشكل ده على نود بتاع الخارج. وفي ناس ممكن تقولي لا انا والله انا احط الاربعه دول مع بعض زي ما كنا حاطين من شويه، واقدر كلهم اجمعهم مع بعض بالشكل ده والشكل ده، تمام؟ ينفع ده وينفع ده، تمام كده يا اخوانا. اخر حاجه وهي حاجه مهمه جدا، ان فكره ان انت توصل للعدد المثالي للهيدن نيرون، شفنا الموضوع شويه يعني ايه، محتاج يتعمل له تويكنج بشكل ما، محتاج يتعمل له تيوننج بشكل ما. واحنا عرفنا بقى ان الكلام ده كان قديما مهم جدا، لان يعني زياده عدد النيرون ايام زمان كانت مشكلتها كبيره في الكومبلكسيتي. دلوقتي طبعا مع وجود الفريم ووركس ووجود الكلاود ووجود سرعات عاليه عن طريق الجي بي يو والباراليزيشن، بقى الموضوع بسيط جدا مش مستغرق الوقت. لكن هي المشكله ان انت عدد الهيدن نيرون لو زاد، عدد الهيدن نيرون لو زاد بيكون ليه تأثير مماثل للأوفر تريننج، إن أنت تدرب قوي، فيبدأ السيستم يدقق قوي معاك على التفاصيل. ولو في نقطة فيها نويز أو نقطة زي الأوتلاير أو نقطة شاذة، هتلاقي إن السيباريتور بتاعك، ما هو السيباريتور هي الهيدن صح؟ هتلاقي إن السيباريتور بشكل ما بيزيد عدد السيباريتور وبيزيد قوي التعرجات اللي موجودة في الخطوط عشان يعدي على نقاط معينة، فالسيستم بقى بيدقق معاك قوي، وبالتالي السيستم ده هيحصل معاه مشكلة اللي هي الأوفر تريننج، الأوفر فيتنج، أوفر فيتنج. زي ما قلت ان كل هيدن نيرون انت بتزوده، سواء كنت بتزوده عشان تحسن من الكفاءه، او سواء كنت هتزوده عشان تدخل زودته عن العدد المثالي، هيبقى كل الهيدن نيرون ده بيزود لك مين؟ بيزود النمبر اوف ويكس. انت عارف ان في نيرون اتحط، فالنيرون اللي اتحط ده او ان انت وضعته في مكان ما هيبدا يتوصل بكونكشن باللاير اللي قبله واللاير اللي بعده، وبالتالي النمبر اوف ويكس بتزيد، وده هيزود لك مين بقى؟ وده هيزود لك الكومبلكسيتي، تمام كده. وعشان كده مهم قوي ان انت تستخدم العدد الانسب من الهيدن مين، عدد الانسب من الهيدن نيرون. طيب حضرتك عارف ان الهيدن لاير او الهيدن نيرون هتعتمد على مين؟ هتعتمد على الكومبلكسيتي بتاعه السيباريتور. طبعا احنا شفنا دلوقتي ان السيباريتور بقى مربوط في دماغ حضرتك بنيرون، وبالتالي عدد النيرونز واللاير اللي انت محتاجها مرتبطه بمين؟ مرتبطه بالسيباريتور. يعني لو انت محتاج، لو انت بتتكلم في 3 4 سيباريتور، فانت محتاج 3 4 نود، اوكي. وبالتالي كل الكومبلكسيتي بتاعت السيباريتور بقى لو في تعرجات وخطوط ومش عارف ايه، يبقى انت هتحتاج مين؟ هتحتاج عدد نيرون مكافئ. كمان الموضوع مرتبط كمان بالخارج، يا ترى انت عندك كام ليبل او كام كلاس، عندك النمبر اوف كلاسز بكام؟ ليه يربط معاك ايه ده؟ لان ده هيفرق مع حضرتك لما تيجي تعمل كونكتد ريجون او تيجي تبص على الخارج. يا ترى انا هكتفي بنقطه واحده؟ كان يفرق الكلام ده معاك في ايه؟ هنا مثلا لو حضرتك ده عندك ده كلاس، يعني لو ده خارج، هنفترض ان احنا علمناه كده، اوكي، ده خارج وده خارج تاني، يعني ده كلاس وده كلاس، اوكي. فبالتالي حضرتك هنا مش محتاج ان انت تحطهم على مين، تحطهم او تجمعهم مع بعض، يعني ده مش هيبقى موجود. وبالتالي عدد النيرون اللي موجود او عدد اللايرز كمان بقت مرتبطه بمين؟ مش مرتبطه بس بالكومبلكسيتي بتاعت السيبريتور، ده بقت مرتبطه كمان بمين؟ مرتبطه ب مرتبطه كمان بمين؟ بالليبل
عدد الليبلز بتاعتك او النمبر اوف كلاسز بالاضافه للكومبليكيست بتاعت مين، بتاعت السيبريتور. طيب زي ما قلت لحضرتك، طالما انت حافظت على العدد الانسب من الهيدن نيرون اللي هتبقى موجوده، فهيبقى التدريب بتاعك شغال كويس وهتدرب بشكل كويس، مفيش مشكله خالص. لكن هيبدا يظهر لوكال مينيما لو حضرتك بدات تزود نيرون عن اللي انت محتاجه في الهيدن لاير. يعني مثلا قدام حضرتك هنا في اوفر تريند وفي تريند نتورك، هنا بنتكلم على ثبات عدد النيرون، وانا قعدت ادرب السيستم بتاعي اللي نمبر اوف اي بوكس، شفنا الكلام ده في محاضرات سابقه واتكلمت النمبر اوف اي بوكس، ان انت بتعيد دخول البيانات مره واثنين وثلاثه واربعه، كل مره من دي بيتقال عليها اي بوك، تمام كده. هنا انا دربت كتير جدا السيستم، لما دربت كتير جدا السيستم لما تيجي تبص على اللاين ده هتلاقي الخط بقى فيه تعرجات وبقى فيه كومبليكست كتير قوي. الكومبليكست جت منين؟ ان السيستم بيحاول يحفظ البيانات بتاعه حضرتك حتى لو كان في نقاط شاذه، فتلاقي الخط ماشي بشكل ما بيحاول يقرب قوي من الباترن اللي موجوده، تمام كده. وبالتالي بيحصل مين؟ بيحصل ميس كلاسيفيكيشن، بيحصل ميس كلاسيفيكيشن. يعني النقطه الجري دي، النقطه دي بشكل ما مع كده، المفروض ان النقطه دي تكون مالها، النقطه دي المفروض تكون اصلا مع الكلوزد سيركل او مع السوليد سيركل، نتيجه ان الخط بتاعك بشكل ما بقى فيه تعرجات، اوكي ده. وده جه منين؟ جه ان السيستم حصل له اوفر ترين، خلاص كده. الخط ده بس مش حصل له اوفر ترين كمان، ده الخط ده ممكن يجي من حاجتين، يا اما ان انت عملت اوفر ترين، او الحاجه الثانيه ان انت حطيت اكتر من نيرون. ما احنا عارفين النيرون بقى مرتبط بمين في الهيدن؟ مرتبط بالسيبريتور. فاذا كان في كومبليكست في السيبريتور فبقى حضرتك ان انت عندك يعني مور انف مين بقى نيرونز ان هيدن لاير، فدول ممكن يحصل منهم مين الاوفر فيتنج بروبلم، اوفر فيتنج بروبلم. طبعا الكلام ده تاثيره الاكبر هو بيفهم حضرتك اولا ليه انا محتاج هيدن لاير اتليست، ولا محتاج جواه يكون فيه هيدن نيرون. العدد ده انا بقدر احدده زي ما قلت لما برسم. طب النهارده لو انت بتتكلم في فيتشر كبيره جدا، مش بتتكلم في اكس 1 واكس 2، مش بتتكلم في 2 دايمنشن، بتتكلم في مثلا سيستم وليكن في صوره، بتتكلم في مثلا 28 بكسل في 28 بكسل. يعني لو انت معاك 28 بكسل في 28 بكسل اعتقد ده عامل 784. فلو انت عندك 784 هترسم فين يا ريس؟ اوكي، لكن يبقى عندك انتويشن كده او جيت انسايت، بقى عندك قدره ان تفهم ان الهيدن لاير محطوطه ليه، النمبر اوف نود محطوط ليه. على فكره في بعض الطرق السابقه اللي حاول بشكل ما يجيب يعني حاجه امبيريكال كده لقانون يجيب له الرقم سيوتابل للنمبر اوف نيرون الهيدن، اللي عباره عن اعتقد رقم قريب من الجذر التربيعي الحاصل ضرب الانبوت لاير في الاوتبوت لاير. يعني حضرتك عندك كام نود في الدخل، عندك كام نود في الخارج، اضربهم في بعض هات لهم الجذر، ابدا من الرقم ده، تمام كده. لكن انا بقول لحضرتك ان في عصر الديب ليرنينج الموضوع بقى يعني مش اولا مش مكلف قوي ان انت زودت الهيدن لاير، لكن زيادتها هتبدا تعمل معاك مشكله زي ما انت شايف في الجزء بتاع الاوفر فيتنج. فهمنا يعني ايه هيدن لاير، فهمنا وظيفتها ايه، فهمنا ازاي بشكل مبسط نقدر نربط ما بينها وبين الكومبليكستي بتاعت الريجون اللي انت بتحاول تفصلها، تمام كده. وشفنا ان زيادتها عن حد معين بتعمل مين، بتعمل اوفر فيتنج. اتمنى في الختام ان المحاضره تحوز على اعجاب حضراتكم، معلش انا اسف طولت على حضراتكم، لكن اتمنى ان اسمع منكم ونلتقي بكم في محاضره قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.